فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح في مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ راجح ورافع، وانه ياخذ حكم الوضوء في كل شيء. نعم. <applause> المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه. للامام ابن قدامه المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبه على ابواب فقهيه اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه